عاشور حسام عاشور قائد الفريق وكابتن الفريق بيقول ان في ثلاث اسباب بتدفعنا للفوز على النجم اللبناني. اول فوز اول سبب ان احنا عايزين نكمل مشوارنا في البطوله. ثاني سبب ان احنا عايزين نخش حسام عاشور اللي قدامنا على الشاشه بيقول ثاني سبب ان احنا عايزين نشق وفاق قصيف واحنا بمعنويات مرتفعه. ثالث سبب بالتاكيد هو تعويض النتيجه السلبيه بالتعادل 0-0 مع النجم اللبناني.